كان بيصر ان هو يحكي عن صعوبة تجربة التعذيب، كان بيصر ان هو يحكي على صعوبة تجربة السجن، كان بيصر ان هو يحكي على ضعفه وعلى اخطائه. وما اظنش انه ده كان تواضع، اظن ده كان رسالة اهم واكبر من كده بكتير، وهي انه مطلوب مننا فقط اننا نصر انه ننتصر للحق. مش مطلوب مننا اننا ننتصر في انتصارنا للحق، مش مطلوب مننا اننا نبقى اقوياء في انتصارنا للحق، مش مطلوب مننا اننا نبقى جاهزين في انتصارنا للحق، ولا عندنا خطه كويسه ولا عندنا تنظيم كويس. مطلوب مننا فقط اننا نتمسك بالانتصار للحق. شكرا ليكم. علاء عبد الفتاح صدق في كلامه لما قال عن والده انه قوي، لما كان بيحكي عن تجارب التعذيب اللي تعرض ليها داخل المعتقل. انت يا علاء كمان صدقت القول والفعل لما اتكلمت في النيابة عن اللي حصل لك قبل ايام، لما حكيت في النيابة عن التعذيب اللي اتعرضت له في سجن طرة. واللي ما يعرفش ايه اللي حصل لعلاء، تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حصل لعلاء وما تعرض له علاء داخل محبسه. ما حدث علاء عبد الفتاح في سجن طرة، تم تغمية عينه منذ لحظة وصوله لبوابة السجن لحد ما دخل الزنزانة. تم تجريده من كل الملابس باستثناء قطعة واحدة من ملابسه الداخلية. حفل الضرب على ظهره ورقبته مصحوبة بالشتائم والتهديد والاعتداء طول ما هو ماشي في الممر لحد الزنزانة. التعدي بالضرب والشتيمة استمر حوالي ربع ساعة حتى وصوله للزنزانة. كمان ضابط كبير قال لعلاء بشكل مباشر انه بيكره ثورة يناير وبيكرهه، وان السجن ده اتعمل لتأديبه وانه مش هيخرج من السجن ابدا. بيفتحوا الباب بيقول له يقف وشه للحيط ويشتموه. اخذوا كل حاجاته وكانتين السجن قافل وبنفس الهدوم الداخلية. ادارة السجن وتحديدا المأمور ورئيس المباحث هددوا علاء قبل نقله للنيابة بعدم الكلام عن اهانته او تعذيبه داخل السجن. هذا ما حدث لعلاء. اللي حصل لك يا علاء ضعف مش قوة. ما قدروش يسكتوك لان نفسهم مريضة. جابوا لك ضابط مريض يقول لك انا بكرهك انت والثورة والثوار. انا عاوز اقول من خلال برنامجنا وبرنامج القضية، وقفوا جنب علاء واتكلموا عنه. صوتك هيفيد، زي ما نشرت صفحة علاء وطلبت بمجموعة مطالب، حقهم ان احنا نقف معاهم ونساعدهم. المطلوب كالتالي: النيابة تحقق مع علاء وتستمع لأقواله كمجني عليه، نقل علاء وكل اللي معاه في القضية من سجن طرة شديد الحراسة إلى مكان آخر أو يتم إخلاء سبيله، أن هناك خطر شديد ودائم على حياته، لأنه دلوقتي أو الآن في خصومة مباشرة مع القائمين على إدارة السجن. من الآخر، مجموعة تحفظات ومطالب هي مطالب مشروعة لعلاء والغير علاء، مطالب مشروعة لكل المعتقلين اللي داخل السجون المصرية. وكمان دي مجموعة مطالب طلبها مجموعة محامين، طلبها خالد علي وطلبها آخرين. الحقيقة يعني مجموعة مطالب أيضا تقدم بها خالد علي وطلب أن يتقدم، وقال أنه احنا تقدمنا أمس ببلاغ لنيابة أمن الدولة لسماع علاء عبد الفتاح كمجن عليه في وقائع ضربه وسبه وإهانته، وطلبنا بالتحفظ على دفتر أحوال السجن والكشف عن أسماء الضباط والأفراد والعساكر والمخبرين. يا جماعة، مشهد من مشاهد الظلم والقهر اللي بيعيشه علاء وبيعيشه آلاف من المعتقلين. خلينا أقول لعلاء وكل اللي بيسمعونا النهاردة، صوتك يا علاء وصل، لأن في مجموعة من المهتمين والنشطاء اتحركوا واتكلموا، لكن هيكون عندنا نفس الصوت لما يكون عندنا إمكانية أن احنا نبلغ عن كل انتهاك بيحصل لكل معتقل داخل السجن. صوت علاء النهاردة وصل وهيوصل كمان، لكن أصواتكم كلكم كمعتقلين لازم توصل. تتواصلوا معنا، تكلمونا، تكلموا النشطاء الحقوقيين، تتواصلوا مع مراكز الأبحاث المختلفة دوليا ومحليا وتقولوا لهم يا جماعة ابحثوا عن أحوالنا وأحوال المعتقلين. الأسر تتكلم، العالم كله هيتكلم، فيتوقف هذا الانتهاك عن المعتقلين.